وصل فريق برنامج تجارب شيقة إلى عالم الحيوان أخيراً. تابعوا في هذه الحلقة سر سقوط القطة على أرجلها، هل هي غريزة أم مجرد حظ؟ تابعوا أيضاً كيف تنشف الحيوانات نفسها، وهل تفعل ذلك جميعها بنفس الطريقة؟ لسان الكلب الطويل المرن، هل شاهدتم كيف يشرب الكلب الماء مراراً؟ لكنكم ستشاهدون ما لا ترونه دائماً. وأخيراً، كيف يقبض الكلب على الأشياء الطائرة؟ ومن أين حصل على هذه القدرة؟ بواسطة كاميرا التصوير السريع سنتمكن من رؤية ما لا تراه العين. سننظر في تفاصيل الأمور كالانفجار أو الطلق الناري، سنرى ما لم يكن مرئياً أو متاحاً. شهد مختبرنا العديد من التجارب بكاميرا التصوير السريع، لكننا لأول مرة سنثبت بواسطة هذه الأفلام أن الحيوانات المنزلية ليست بسيطة كما تبدو. ستعرفون العديد من الحقائق المدهشة عن الحيوانات. نعدكم بأن الحلقة لن تكون مملة. أهلاً بكم في مختبرنا. تجارب اليوم ستكون على الحيوانات، ولكن لحظة، لا مكان للعنف هنا. الحيوانات مهيئة ومدربة، وفريق الخبراء الذي سيعمل معهم حاضر أيضاً. سنبدأ من التجربة الأبسط. كيف يلعق الإنسان الماء؟ عادة لا يفعل ذلك، الإنسان يشرب الماء، ولكن إن تطلب الأمر تقليد الحيوان فسيكون الأمر قريبا من هذا. أستطيع القول إن هذه الطريقة غير فعالة. لا يمكنني تسمية هذه العملية باللعق، هي أقرب إلى لحس الماء إن صح التعبير، بينما ينقل الجزء الأكبر من الماء بالشفة السفلى للفم. رغم أن الشخص الذي سيجرب أن يشرب الماء بهذه الطريقة سيظن بأنه يلعق الماء. طريقة شرب الماء عند البشر مختلفة. نستخدم نحن البشر اللسان للحس الماء أو لتحديد المذاق، ولذلك حركات اللسان مرتبطة بهذه الوظيفة في مخيلتنا. كما نشاهد كثيراً كيف تقوم الكلاب أو القطط مثلاً بلحس شيء ما، ولذلك نتخيل بأنهم يقومون بالأمر ذاته أثناء شربهم الماء. إنهم يقومون بلحسه، ولكن الأمر ليس كذلك. مراقبة الحيوانات تترك في مخيلتنا انطباعاً كاذباً، فهي توحي بأننا نستطيع شرب الماء كما تفعل هي. لكن التصوير السريع يظهر أن طريقة الحيوانات بشرب الماء مختلفة، وليست كما تبدو للمشاهد أو كما تراها العين. هيا اشرب اشرب اشرب. لسان الكلب طويل جداً، ينحني إلى الخلف ويغرف الماء كالدم. هل يخطر على بال أحد أن العملية تتم بهذا الشكل؟ طريقة شرب الماء تختلف من حيوان إلى آخر، يتعلق الأمر بتركيبة وشكل فم الحيوان. ورغم أن الكلاب والقطط من الحيوانات المفترسة، إلا أن طريقة شربها للماء مختلفة. وماذا عن القطط؟ هل حركة لسانها كحركة لسان الكلب؟ لا، رغم أن لسان القطة ينحني إلى الخلف أيضاً، ولكن المبدأ مختلف، والفرق هو النتوءات الموجودة على لسان القط. الكلب يغرف الماء بلسانه الملتوي إلى الخلف، أما القط فيشرب الماء والسوائل الأخرى حينما تلتصق قطراته على نتوءات لسانه.
الأمر أبسط ربما، لكنه معقد في ذات الوقت. للكلاب والقطط طريقة واحدة في الشرب، لا تغرف هذه الحيوانات الماء، لكنها تحركه ثم تشرب الغذاء الناتج عن التحريك. وبالمقارنة بين كمية المياه على اللسان مع كمية الرذاذ، فسنرى أن كمية الأخير أكبر بالعين المجردة. هذه طريقة شرب المياه لكل الحيوانات التي لا تمتلك شفاهاً متحركة. الأحصنة والأبقار مثلاً تروي عطشها كما يفعل البشر، تشرب الماء من الإناء بتوليد ما يعرف بالضغط السلبي في الفم. هذه طريقة شرب فعالة أكثر، لكن الكلاب والقطط غير قادرة على ذلك لأن خصائصها الفسيولوجية لا تمكنها من ذلك، وقد تختنق إن وضعت فمها بالماء. وعدناكم في بداية البرنامج بكشف حقائق غريبة يبدو بعضها مثيراً للفضول والآخر طريفة، لكني متأكد من شيء واحد، أنها حقائق مجهولة ستتعرفون عليها في برنامجنا، فهيا بنا. النمر حيوان من الثدييات ومن عائلة القطط، فراؤه وجلده مخططان. وبما أننا نتحدث عن الخطوط فلا نستطيع القول إن الحمار الوحشي أبيض مخطط بالأسود أو العكس، إنه الاثنان معا، البياض والسواد في جسمه متساويان. لا أعتقد أنكم تعرفون أن عين النعامة أكبر من دماغها وأن سلق بيضتها يحتاج 40 دقيقة. تصوروا هذا الطبق الشهي. حقيقتان طريفتان أيضا، يقضي حيوان الكسول 3/4 حياته نائما. الجرذان والأرانب تنام بشكل خفيف 20 مرة في اليوم، ليس نوما حقيقيا إنما غفوة. شاهدوا بعد الفاصل استكشاف عالم الحيوان الغريب، كيف تنقلب القطط في الهواء لتهبط على أرجلها دوما، وكيف تنشف الكلاب نفسها، وكيف تستطيع الإمساك بالأشياء الطائرة بسهولة بينما يتعذر الأمر على البشر. الغاز عالم الحيوان بعد ثانية. بما أننا بدأنا بالماء فسنتابع التجارب مع الماء، ولكن بكمية أكثر بكثير. كيف تنشف الكلاب نفسها؟ هل تفعل جميع الحيوانات ذلك بنفس الطريقة؟ سنحاول فهم آلية العملية بمساعدة كاميرات التصوير السريع. يبدو أن الجميع سوف يبتل، ليس الحيوانات فقط. سيبتل الجميع مع الأدوات وجدران الاستديو، لن يسمحوا لنا بدخول هذا المكان بعد اليوم دون أدنى شك، لكن لا خيار أمامنا، لا بد من التضحية. عدد هائل من قطرات المياه في جميع الاتجاهات، إنها حالة نادرة لا تكشف فيها كاميرا التصوير السريع أي جديد، إلا أن الأهم كالعادة هو التفاصيل. يكفي أن يلقي الخبير نظرة إلى هذه الصور حتى نبتل من سيل المعلومات التي تنهال منها. يحرك الكلب جلده حول محوره، ولحظة تغيير اتجاه الحركة تنطلق من فرائه قطرات الماء، تبدأ الحركة وفي لحظة تغيير الاتجاه تنطلق قطرات الماء. نرى ذلك هنا بوضوح، تنطلق القطرات في جميع الاتجاهات. عدد ترددات حركة الكلب ربما 4 هرتز. هذا التردد موجود لدى العديد من الحيوانات، إنه عدد الحركات التي يقوم بها الكلب في الثانية، هذا إن كان الكلب كبيرا. بعد انطلاق الموجة من منطقة العنق وحتى وصولها إلى منطقة الذيل، تبدأ العضلات بالحركة باتجاهين مختلفين، وكأن الكلب يعصر نفسه. يحاول الحيوان بهذه الطريقة أن يحافظ على توازنه ويبقى واقفاً متوازناً في مكانه. وهنا السؤال، هل تنشف جميع الكلاب نفسها بهذه الطريقة؟ وما الفرق بين الحيوانات ذات الشعر الطويل والأخرى ذات الشعر القصير؟
من حيث المبدأ فهما متشابهان، إلا أن الكلب ذو الشعر الطويل يبذل جهداً أكبر لينفض الماء عن جسده، فكمية الماء التي تبقى عليه أكبر. وإن عدنا إلى قواعد الفيزياء فعليه بذل جهد أكبر ليحرك جلده وليتمكن من تخليص شعره من الماء، أي أن قطرة الماء يجب أن تنزلق على شعرة أطول كي تنطلق خارج جسده. المهمة أسهل أمام الكلب ذو الشعر القصير طبعاً، ويبدو واضحاً كيف يبدأ الكلب الحركة من العنق، وبعد العنق تنتقل الحركة إلى الأذنين، إذ لا يمكنه تنشيف أذنيه بطريقة أخرى، وبعد العنق تنتقل الحركة إلى باقي الجسم، وتبدأ الحركة من العنق لأن عضلات العنق لدى الكلاب قوية جدا. انظر، انتهت الحركة وما زال الذيل يتحرك. نعم، ما زال الذيل يتحرك. تلجأ القطط إلى الطريقة ذاتها لتنشف نفسها، ورغم التصور السائد فالقطط تسبح كالكلاب حيث تستخدم قوائمها، وهذا طريف. هنالك حقيقة ثابتة، القطط لا تحب أن تنشف نفسها أو أن تسبح. القطط تكره المياه، وهذا ما تظهره للعيان بوضوح. تشاهدون بعد الفاصل، حركة القطط لا تخضع لقانون نيوتن. سنحاول اكتشاف آلية حركة القطط في الهواء وقدرة بعض الحيوانات على التقاط الأشياء الطائرة. الكلب ماهر في هذه الأمور. أعتقد أنني نسيت شيئاً، بعض الحقائق الغريبة عن الحيوانات. أنتم لا تعرفون أن لسان الزرافة أزرق وطوله 45 سنتيمتراً، أما آكل النمل فهو يفضل النمل الأبيض مع أنه يأكل جميع أنواع النمل. الفئران تقضي نصف حياتها تستحم وتعتني بنظافتها، أما الفهد فهو القط الوحيد العاجز عن سحب مخالبه. ما هو سر هبوط القطط على الأرجل دائما؟ كيف تقع الشطيرة على وجه ممسوح بالزبدة؟ وماذا سيحصل لو ألصقنا شطيرة الزبدة على ظهر قط؟ أمزح فقط، لكن كيف تستطيع القطط أن تنقلب في الهواء وأن تهبط بشكل آمن على الأرجل؟ سندرس هذه الظاهرة. فاسيلي، جاء دورك. وقبل أن يظهر القط فاسيلي نفسه لينفذ بعض الأشياء ويستعرض قدراته، لابد لنا هنا أن نجري بعض عمليات التأمين لسلامة القط من أي مكروه محتمل، فمكانه في قلوبنا، ولا نريد أن نتسبب بالأذى لأي مخلوق. نستخدم وسادة لتأمين سلامة القط مليئة بالكرات البلاستيكية، حيث تمتص الصدمة وتخفف الضربة على القط. لم يبقى سوى القليل، سنقلب القط فاسيلي ونرى إذا كان يستطيع الدوران في الهواء 180 درجة. هذه قفزة فاسيلي التجريبية، الارتفاع متران تقريبا. سنلقي به من هذه الوضعية المقلوبة. تمهل، هذا من أجل العلم. 1 2 3 على أرجله الأربعة تماما. ومع صورة بطيئة نستطيع رؤية التفاصيل. كيف ينقلب القط؟ بشكل مثالي.
وكيف يهبط على أرجله. هذا ما لا نفهمه. هل هو الذيل؟ إذا دققنا فسنرى أنه يدور عكس اتجاه دوران الجسد. تلك القطط التي تمتلك ذيلاً، وأتحدث عن القطط الكبيرة البرية كالفهد أو نمر الثلوج. بإمكان تلك القطط أن تنقلب وهي في الهواء بفضل حركة الذيل وحركة العضلات، وكذلك يمكنها تغيير مسارها في الهواء مرتين بعد أن قفزت بفضل ذلك. فلنجرب الأمر نفسه مع قطة دون ذيل. أين المقص؟ جهز التخدير. لا، لن أفعل ذلك. هذه هي القطة دوسيا من نوع بوبتيل الكاريلي ذات الذيل القصير. هل يا ترى تستطيع الهبوط على أرجلها الأربعة؟ تستطيع، وعليه فلا علاقة للذيل بالأمر. بالمناسبة، انقلاب القطط في الهواء يتعارض مع قوانين نيوتن، القانون الأول والقانون الثالث. سنبدأ من الأخير. لكل فعل رد فعل. لا يمكن للقطط أن تبدأ الدوران في الهواء، لأن الجزء السفلي من الجسد سيتحرك تماماً بعكس اتجاه حركة الجزء العلوي، وهذا وفقاً للقانون نيوتن الثالث. بعدها نرى مخالفة للقانون الأول، وهو قانون الحفاظ على القوة. يمتص القط بطريقة ما قوة الدوران قبل ملامسة الأرض، حيث يوجه الأرجل الأربعة بشكل دقيق نحو الأرض. كيف يحصل هذا؟ هل هنالك جواب لدى العلماء؟ نعم، قادرة على ذلك. فلا علاقة للذيل بالأمر، فانقلاب القط في الهواء يتعارض مع قانونين من قانون نيوتن للفيزياء. فإن قام الجزء العلوي من جسد القط بالحركة باتجاه معين، فإن الجزء السفلي سيتحرك بالاتجاه المعاكس وفقا للقانون الثالث. كيف يحصل هذا؟ هل يجيبنا العلماء؟ دعونا ندرس الأمر. السؤال الأول، كيف يعلم القط إلى أين عليه الدوران والانقلاب؟ هذا عمل الجهاز الدهليزي المتطور لدى القطط. وبالفعل جميع حيوانات فصيلة القطط قادرة على القفز بمهارة، أي أن الطبيعة زودت أذنها الداخلية بخواص معينة تمكنها دائماً ومن دون أن تخطئ من معرفة وضعيتها من الأرض. ثانياً، إن نظرنا إلى طريقة دوران القطة التي لا تملك ذيلاً والقط الذي يملك ذيلاً، فسنرى أن حركة الأولى أقوى وبالكاد تتمكن من اتخاذ الوضعية اللازمة قبل ملامسة الأرض، أي أن السر في الحركات. ولكن بأي حركات بالتحديد؟ فاسيلي، كيف تفعل ذلك؟ هل ستخبرنا بالسر؟ لن نخبر أحداً. كيف تفعلها؟ ما يفعله أي قط أثناء السقوط يسمى علمياً الدوران حول مركز الكتلة، وللدقة يسمى تغيير قوة الاستمرارية لحركة جزء من الجسد بالنسبة للجزء الآخر. قوة استمرارية الحركة تنخفض في حال ثني القط لأطرافه، تزداد السرعة فيدور الجزء الأمامي من الجسد بسرعة أكبر من الجزء الخلفي، والعكس صحيح. عندما يثني فاسيلي أطرافه الخلفية ويفرد الأمامية تصبح حركة الدوران في الجزء الخلفي أسرع. السر في وضعية الأرجل بثنيها أو فردها. يغير القط قوة استمرارية الحركة للجزء الأمامي والخلفي من جسده قبل ملامسة الأرض بفرد الأرجل الأربعة، ويمتص قوة هذه الحركة. هذا هو السر بكل بساطة. لا يتعارض الأمر مع أي قاعدة علمية. ماذا ينتظرنا بعد الفاصل؟ قدرة الكلاب على التقاط الأشياء الطائرة وعدم اهتمام القطط بهذه الأمور. سنكشف بعض الأسرار الغريبة في هذه الحيوانات العادية. أحسنت.
نعلم الآن كيف تستطيع القطط الانقلاب في الهواء أثناء السقوط، وكيف تنشف الكلاب نفسها، وكيف تشرب. فما هي الأسرار الأخرى التي نستطيع أن نكشفها بواسطة كاميرا التصوير السريع؟ هناك حركة بهلوانية يتقنها البعض، يرمي شيئا ما، قطعة خبز مجفف أو فاكهة معينة، ويلتقطها بفمه، في حالة لا يلتقطها. بشكل عام يصعب على الإنسان أن يلتقط شيئا طائرا بفمه، خلافا للمقولة المستخدمة باللغة العامية أن نأكل شيئا على الطائر، أي بسرعة، وهذا ما تفعله الحيوانات، فهو سهل بالنسبة إليها. كيسي أحسنت. مثلاً الصحن الطائر، أو الفريسبي، أو هذه الحلقة، أو فتات من طعام الكلاب. بإمكان الكلب التقاط هذه الأشياء بسهولة. إن نظرنا إلى تفاصيل الصورة البطيئة سنكتشف الآلية التي تلجأ إليها الحيوانات لفعل ذلك. يراقب الكلب من اللحظة الأولى الجسم الطائر، عيناه مفتوحتان دائماً ولا يخاف من أن الجسم يقترب من رأسه، ومن ثم يطبق فمه كالمصيدة. خلافاً للقطط والبشر، الفم هو العضو الرئيس الذي يستخدمه الكلب لالتقاط الأشياء، لذلك فالكلب يتابع الهدف بعينيه دائما. الهدف هو الجسم الذي عليه أن يلتقطه، عليه أن يكون في مرمى نظره ومكان تركيزه. يتابع الكلب مسار الجسم الطائر بانتباه، لا يخطئ الهدف إلا إن كان مسنا أو مريضا أو بسبب ضعف النظر، لكن بالمجمل قلما يخطئ الكلب التقاط الأشياء. دعونا ننظر إلى الإنسان للمقارنة ليس إلا. سنجري التجربة على مهندس فريق التصوير. سنطلق على هذا العرض اسم التقاط الكعك الطائر. العملية بأداء الإنسان تبدو على الشكل التالي، مختلفة بعض الشيء إنجاز التعبير. نعم، العضو الذي يستخدمه الإنسان لالتقاط الأشياء هو اليد وليس الفم، وهذه الحركة اللا إرادية بمتابعة الأشياء التي تطير نحو الفم غائبة تماما. يمكن للإنسان أن يلتقط الأشياء بفمه إما بالصدفة أو مع التركيز الجيد. الأمر الطبيعي أن يغمض الإنسان عينيه ليحافظ عليهما. بالمناسبة، عضو الالتقاط لدى القطط هو المخلب. إن رمينا شيئاً على القط، إما أن يلتقطه بمخلبه أو سيستعرض لنا عدم المبالاة، وهو يقول: ما علاقتي بهذه الأشياء الطائرة؟ لا أريد أن أرفع مخلبي دون جدوى. إن لم يكن القط منزلياً بل كان من قطط الشوارع التي جار عليها الزمن، لرأينا ردة فعل مغايرة دون شك. لن تقوم القطط بالتقاط ما لا يثير اهتمامها بشكل عام. مرة أخيرة، الكلاب قادرة على التقاط الأشياء الطائرة لأن عضو الالتقاط لديها هو الفم. يراقب الكلب الجسم الطائر بشكل مستمر، وعندما يقترب من الفم ويخرج من مرمى النظر يبدأ استشعار الجسم بواسطة الشفاه، إذ يطبق الكلب فكيه لحظة ملامسة الجسم لفمه، وإن كان الجسم كبيرا قد يلجأ إلى مساعدة أرجله الأمامية، لكن الفم هو عضو الالتقاط لدى جميع الكلاب. حيوانات عادية لكنها في نفس الوقت ليست بسيطة، تعيش بجوارنا لكننا ما زلنا نعلم القليل عنها.
هذا يعني أنه آن الأوان لمعرفة المزيد عن حيواناتنا الأليفة، كيف تقفز، كيف تلعب، وسنعود إليها من دون أدنى شك. أما الآن فجرعة من الحقائق الطريفة. على الأغلب لا تعرفون أن الحلزون يملك أسنانا، مع أنها صغيرة وتقع داخل الفم في عضو اسمه التريكا. العمود الفقري للجمال مستقيم رغم وجود السنان على ظهره. وأخيراً يقال إن الإنسان لم يروض أي حيوان خلال آخر 4000 عام، لكن هذا غير صحيح. لقد روض الوعل، وتبين أن ذلك غير مجد اقتصادياً، وكذلك روض الثعلب ليصبح أليفاً. رغم ذلك فتركه مع الدجاج في مكان واحد ليس بالأمر الحسن.